احتشد الجميع هنا صغارا وكبارا، احتفلوا واحتفلت المدينة بذكرى الثورة السبتمبرية، الثورة التي قامت ضد الإمامة والظلم قبل 56 عاما لتؤسس النظام الجمهوري، فانقلبت عليه جماعة الحوثي قبل 4 سنوات لمحاولة إعادة سلطة الإمامة والاستبداد من جديد. رغم الإنقلابيين حاولوا الإنقلاب على ثورة 26 سبتمبر، في 21 سبتمبر لمحو معالم وآثار ثورة 26 سبتمبر، إلا أننا نخرج إلى الشارع ونحتفل بهذا اليوم، ويعد ثورة بحد ذاته الخروج إلى الشارع والاحتفال بهذا اليوم محو لآثار الإنقلاب، ورسالة أيضا للإنقلابيين، لا زالت الثورة ثورة 26 سبتمبر مستمرة لتحقيق أهدافها، ونناضل من أجل هذه الثورة. احتفاء شهد عرضا عسكريا مهيبا لقوات جيش عمره من عمر مقاومة الانقلاب. هكذا يعيد ترتيب صفوفه وتوحيد مساره نحو الحفاظ على أهداف سبتمبر واستكمال إسقاط الانقلاب اليوم. الجيش الوطني صمام أمان لهذا الوطن، صمام أمان للجمهورية، سياق الوطن وسياق الجمهورية. من هنا من تعز تأسس الجيش الوطني وكان ولد من رحم المقاومة، وبإذن الله تعالى سيكون جيش لكل الوطن، لكل أبناء اليمن، لكل المؤمنين بالحرية، لليمن الاتحادي. كل هذا الحضور الكبير في مدينة محاصرة دليل على استمرار الفعل الثوري كامتداد لثورات سبتمبر واكتوبر وفبراير. احتفلت المدينة التي قطعت شوطا في مسار تعافيها وظهرت بوجهها المشرق رغم أحزانها. ومن هنا من شارع جمال نوصل للطرف الآخر، الإنقلابيون الذين أرادوا لنا إرجاعنا إلى عهد الإمامة، نقول لهم بأن ثورة 26 ثورة 26 من سبتمبر أخرجت اليمنيين من ظلمات الإمامة إلى نور الجمهورية، ومن هنا نوصل لهم رسالة أننا سنظل جمهوريون وستحرر اليمن من هذه من جماعة الانقلاب الحوثية. حضرت الجمهورية وحضرت الدولة الاتحادية، وحضر أيضا الانتصار على الانقلابيين، وحضر من يمثل الحكومة التي لا تزور هذه المدينة إلا من باب المناسبات. يحتفلون بذكرى الثورة اليوم التي قضت على حكم إمامي سلالي قبل 56 عاما، ويخوضون اليوم معركة لإنهاء انقلاب الإمامين الجدد على تلك الثورة نفسها. إنها معركة ثانية وفاصلة في تاريخ الجمهورية يخوضها اليمنيون، لكنها معركة قد تأخذ ربما وقتا لتحقيق انتصارها. أحمد البكاري، يمن شباب، تعز.